بسم الله الرحمن الرحيم. طلاب الفرقة الأولى قسم اللغة الإنجليزية، احنا كنا نهينا في بارت 1 عند الـ income الـ cessation of demand أو مرونة الطلبة الداخلية، اللي احنا كنا بنتكلم فيها عن مدى التغير اللي ممكن يحصل في أو نسبة التغير في الدخل وتأثيرها على نسبة التغير أو التغير في الطلب على سلعة معينة أو سلعة إكس. وشوفنا إن قيمة الـ income الـ cessation of demand هو ده اللي بيحدد لي إذا كانت السلعة، إذا كانت normal luxury أو إذا كانت accessory أو إذا كانت السلعة inferior وفقا للقيمة أو الساين بتاعت السلع. وبالتالي عشان نقدر نخش في النوع الثالث من السيستم، هنقدر نقول ان في حاجه اسمها برايس للسيستم اوف ديماند، وهي بتقيس التغير في الكميه المطلوبه من سلعه اكس نتيجه للتغير اللي بيحصل في سعر السلعه اكس. اما الانكم السيستم اوف ديماند فهي بتقيس التغير في الطلب على سلعه اكس أو التأثير على الكمية المطلوبة من السلعة إكس نتيجة للتغير اللي بيحصل في الإنكم في الدخل. أما نوع من أنواع السيستي بتاعت الديماند هو الكروس السيستي أوف ديماند، اللي هو مرونة الطلب التبادلية، وهو ما هو تأثير التشينج اللي ممكن يحصل في البرايس بتاع السلعة واي وتأثيره على الديماند أو المطلوب أو الكمية المطلوبة من سلعة إكس. يعني تأثير تغير سعر سلعة واي وتأثيره على سلعة أخرى على الكمية المطلوبة أو الطلب بتاع سلعة إكس. ويمكن ده إحنا شفناه في الجزء الأولاني من المادة، إنه برضو من ضمن العوامل اللي بتعمل شيفت في الديماند كيرف هو أسعار السلع الأخرى اللي مرتبطة بسلعة إكس. يعني ممكن تلاقي ان انا عندي سلعه اكس وسلعه واي، العلاقه اللي ما بينهم هي علاقه سبستيتيوت، يعني ان كل من السلعتين هما سلع بديله زي التي وزي الكوفي. ممكن تلاقي العلاقه بين اكس وبين مو اي ان السلعتين بيكونوا كومبلمنتري، يعني ان السلع مكملين زي التي وزي الشوجر. لكن ممكن الاقي ان السلع العلاقه ما بين اكس وما بين واي هي علاقه اندبندنت، يعني ما لهمش علاقه اصلا ببعض زي التي مثلا وزي الكار مثلا، سلع ملهاش علاقه ببعض. وبالتالي الكروس للسيستي اوف ديماند هي بتقيس the ratio of the percentage change in demand of x to the percentage change in price of y. بتقيس التغير في الطلب على x نتيجه لنسبه التغير اللي بيحصل في سلعه اخرى y. يبقى انا ممكن اجيب الكمية المطلوبة من سلعة او التغير اللي هيحصل في الطلب على اكس نتيجة للتغير اللي بيحصل في السلعة في سعر سلعة اخرى ولتكن سلعة واي. ونقدر ان احنا هنا نقيس الكروس للسيستم والديماند بنفس السيستم عن طريق استخدام 3 equations عند بوينت وعند الميد بوينت ومن خلال استخدام البرسنتج انريسب، زي بالظبط ما قسنا البرايس للسيستي اوف ديماند وزي ما قسنا الانكم للسيستي اوف ديماند. فنقدر نجيب الكروس للسيستي اوف ديماند، اول حاجه ممكن نقول ان هي عباره عن البرسنتج تشينج ان ديماند اكس، نسبه التغير في الطلب على سلعه اكس مقسومه على البرسنتج تشينج ان برايس واي، مقسومه على نسبه التغير في سعر السلعه ايه واي. يبقى بجيب نسبة التغير في الطلب على اكس ده ناتج نسبة التغير في السلعة مين واي. ممكن اجيبها عند الميد بوينت، عند الميد بوينت بجيب برضو التغير في الكمية المطلوبة الاكس change in q demanded من اكس على التشنج بتاع البرايس بتاع اكس divided x times في b y1 على q x1، يعني مضروبه في سعر y1 على الكميه المطلوبه من x بس x1. ممكن اجيبها at mid point عن طريق اللي تشينج في q x divided اللي تشينج في p x times في b y1 plus p y2
على كيو اكس 1 بلس كيو اكس 2. يبقى اقدر ان انا دلوقتي اقدر اجيب التغير اللي هيحصل في الطلبة على واي او على اكس نتيجة للتغير في البريس بتاع واي باكتر من ايكويشن واكتر من طريقة. ممكن ان انا اجيبه عند بوينت من خلال تشينج كيو اكس ديفايدد تشينج بي واي تايمز بي واي 1 ديفايدد كيو اكس 1، او تشينج كيو اكس ديفايدد التشينج بي واي تايمز بي واي 1 بلس بي واي 2 ديفايدد كيو اكس 1 بلس كيو اكس 2، وده عند الميد بوينت. وان كان واحده واحده نقدر ان احنا نقول ان من خلال الامثله ازاي نقدر ان احنا نحسبها، لكن احنا كنا شفنا من شويه في بارت 1 ان الانكم للسيستي اوف ديماند ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون بوزيتيف، وشفنا لو بوزيتيف مور ذان 1 او ليس ذان 1، والنيجاتيف قلنا على طول تبقى السلعه انفيريا. لكن لو كانت الكروس للسيستي اوف ديماند القيمه بتاعتها بتديني معنى ايه؟ الكروس للسيستي اوف ديماند ممكن تكون بوزيتيف ممكن تكون نيجاتيف ممكن تكون بتساوي زيرو، يبقى ممكن يكون ليها اكتر من قيمه. يبقى الكروس للسيستم مي بي بوزيتيف اور نيجاتيف اور زيرو، وده ديبندنج اون ذا ريليشن بتوين الجودز تو جودز، وده متوقف على العلاقه بين السلع. لو كانت بوزيتيف يبقى معنى كده ان اكس واي سبستيتوت، لو كانت نيجاتيف يبقى اكس اند واي كومبلمنت، لو كانت زيرو يبقى اكس اند واي ار اندبندنت. يعني لو كانت بوزيتيف يبقى اكس واي سلعتين بديلتين، انما لو كانت نيجاتيف يبقى دول سلعتين كومبلمنت مكملتين، لكن لو كانت زيرو هتبقى اندبندنت هتبقى سلعتين مستقلتين ما لهمش علاقه ببعض. مهم جدا ان احنا نعرف القيمه بتاعت الكروس للسيستم اوف ديماند معناها ايه ومهمه في ايه. تعال مثلا نشوف اكزامبل، يعني if the price of y increase by 30%، يعني لو هنا نسبه التغير في السعر بتاع y change في py بتساوي 30% and the demand for x increase by 60%، calculate the cross للسيستم اوف ديماند and determine the relation between the two goods. لو انا عندي السعر بتاع واي زاد ب 30% والطلب على اكس قل زاد برضو وب 60%، يعني معنى كده ان اللي تشينج في الكيو دي زادت بكام؟ ب 60%. طيب يبقى نقدر ان احنا نطلع ديماند للسيستم اوف الكروس للسيستم اوف ديماند عن طريق ان انا بجيب اللي تشينج في الديماند بالنسبه لاكس، التغير في الطلب بالنسبه لاكس اللي هو زاد بحوالي كام؟ 60%، التغير اللي هنا ده اللي هو كام؟ 60%، اعمل له ديفايد على الانكريز اللي حصل في التشين نسبه التغير في البرايس بتاع واي، يبقى هجيب نسبه التغير في الطلب بتاع اكس اعمل له ديفايد على نسبه التغير في البرايس بتاع مين؟ بتاع واي، واشوف يعني 60% ديفايد على 30% هيديني 2 هيديني 2. طب يا ترى ايه هو نوع السلعتين؟ هبص على الساين، الساين بوزيتيف عشان كده يبقوا السلعتين دول سبستيتيوت يعني سلعتين بديلتين. نمبر 2 if the price of x increase from 20 to 50 and the demand of x increase from 300 to 100 calculate the point cross the system of demand and determine the relation between the two goods. هنا لو السعر بتاع واي همسك كده واي لو انا عايز تفسير واي increase from 20 to 50 بمعنى كده ان بي واي 1 ب 20 بي واي 2 ب 50، يبقى اللي تشينج ما بين البرايس بتاع واي هو 50 minus 20. الديماند اوف اكس يعني كيو x1 قل من 300 300 وبقى كيو x2 بقى 100، يبقى معنى كده ان التشنج في الكيو بالنسبه للسلعه x هو عباره عن 100 minus 300 يعني هيطلع بالسالب. calculate the point cross the system of demand and determine the relation. عايزين نشوف الكلام ده ازاي ونحدد النوع بتاع السلعه. يبقى انا اولا عشان اجيب هنا calculate ذا ايه؟ ذا بوينت كروس، ذا بوينت هيبقى هو عايزها عند بوينت، يبقى انا هجيب التشنج في الكيو ديماندد بالنسبه للواي هقسمه ديفايد على التشنج في البرايس بالنسبه للاكس، لان هجيب ده بالنسبه للاكس عشان اجيب اللي هي الكروس للسيستي، كل ده تايمز في بي 1 بالنسبه للواي على كيو
1 بالنسبة لمين لإكس. يعني هقول التغير في الكمية المطلوبة هي عبارة عن 100 minus 300، أما التغير في السعر فهو 50 minus 20 في 20 اللي هو B1 بالنسبة لY على 300 اللي هو عبارة عن الكمية Q1 بالنسبة لمين لإكس. هبص ألاقي يطلع minus 0.4. طب ايه نوع السلعتين؟ ببص على الساين، الساين ماله ماينس، لو كانت بوزيتيف كنا بنقول سبستيتيوت، اما لو كانت نيجاتيف او ماينس فبنقول عليه ان هم كومبلمنت. طيب هل نقدر نحل نفس الاكزامبل ده اكزامبل 3 لو بس عندي ميد بوينت؟ لو عندي ميد بوينت هيبقى برضه 100 ماينس 300 ديفايدد 50 ماينس 20، لكن هيكون تايمز فيه 20 بلس 50 ديفايدد 300 بلس 100 زي اهو اكزامبل نمبر 3 اهو 300 بلس 100 اهو يطلع ماينس 1.5. طالما ماينس يبقى لو كانت بالنيجاتيف يبقى هتبقى السلعتين مالهم كومبلمنت، يعني السلعتين مكملتين لبعض. طيب وكده يبقى انا نقدر نقول ان ملخص الليست بتاعت الديماند ان انا عندي في حاجه اسمها البرايس للسيست اوف ديماند، في حاجه اسمها الكروس للسيست اوف ديماند، في حاجه اسمها الانكم للسيست اوف ديماند. البرايس للسيست اوف ديماند بيجيب التشنج اللي بيحصل في الكيو ديماند، لكن بالنسبه للتشنج اللي بيحصل في البرايس بتاع نفس السلعه اكس. اما الانكم بيجيب التشنج اللي بيحصل في الديماند او في الكميه المطلوبه او في الطلب نتيجه للزياده اللي بتحصل في الانكم، ودي بطلع منها نوع السلعه اذا كانت السلعه لاكشري ولا اذا كانت السلعه نيسيسري ولا اذا كانت السلعه انفيريور. اما بالنسبه للكروس الاستيستي اوف ديماند فده بطلع دي بتقيس لي التغير اللي بيحصل في الطلب على سلعه اكس نتيجه للتغير اللي بيحصل في البرايس بتاع سلعه واي، ودي بطلع منها العلاقة ما بين السلع تديني هل السلع سبستيتيوت ولا السلع كومبلمنت. طبعا وشفنا الفرق بين حساب كل الاسيستي سواء كانت عند بوينت او عند الميد بوينت. طيب نروح لجانب اخر وهو السبلاي كيرف. والسبلاي كيرف عرفنا برضو من الجزء الاولاني مع دكتور احمد ان السبلاي كيرف بيكون بوزيتيف سلوب موجب الميل، لان هو بيعكس بوزيتيف ريليشن شيب بين السبلاي الكوانتيتي سبلايد وما بين البرايس، بيعكس علاقه طرديه ما بين سعر السلعه وما بين الكميه المعروضه منها. عشان كده بنقول يعني اللي فاهم معايا كويس البرايس للسيستي اوف ديماند هيكون بالنسبه له البرايس للسيستي اوف سبلاي ان شاء الله سهله ما فيهاش مشكله، لان البرايس للسيستي اوف سبلاي ات ميجرز ذا ديجري تو ويتش ذا كوانتيتي سبلاي تو تشينج ان ذا برايس ليفل other thing being equal or it measures the ratio of the percentage change in quantity supplied to the percentage change in the price level. يعني ايه؟ يعني الـ price elasticity of supply هي بتقيس التغير في الكمية المعروضة نتيجة للتغير من سلعة معينة نتيجة للتغير في سعر هذه السلعة. بشوف يا ترى ايه اللي هيحصل التغير في كمية معينة من كمية معروضة من سلعة معينة نتيجة للتغير اللي هيحصل في سعر هذه السلعة. والبرايس للسيستم اوف سبلاي بتكون الساين بتاعتها بوزيتيف، بتكون موجب، لان لما بيحصل انكريز في البرايس بيحصل انكريز في الكوانتيتي سبلاي، لما بيحصل زياده في السعر بيحصل زياده على طول في الكميه المعروضه. يعني لما بيحصل زياده في السعر بيحصل زياده في الكميه المعروضه، لان احنا قلنا ان الريليشن شيب ما بينهم هي بوزيتيف، وبالتالي هتبقى الساين بتاعت البرايس للسيستم اوف سبلاي هتكون بوزيتيف، هتكون موجب. طيب ازاي نحسب البرايس للسيستم اوف سبلاي؟ برضو بنحسبها من خلال استخدام 3 ايكويشنز، سواء باستخدام البرسنتج او باستخدام او بجيبها عند بوينت او بجيبها ات ميد بوينت. تعالى مثلا ادي الرولز الاولانيه للسيستم اوف سبلاي، برسنتج تشينج ان كونتيت سبلاي اوف اكس ديفايدد برسنتج سبلاي ان برايس اكس. يعني بجيب نسبه التغير في الكميه المعروضه من سلعه اكس على نسبه التغير في سعر السلعه مين اكس. يعني طبعا كانت البرايس للسيستي اوف ديماند كنت بجيب نسبه التغير في الكميه المطلوبه على نسبه التغير في سعر السلعه من اكس، هنا بجيب نسبه التغير في الكميه المعروضه على نسبه التغير في سعر السلعه اكس. تعالى فور اكزامبل نشوف كده المثال. if the price of x increase، خد بالك ان انت هتلاقي هنا increase 20% and the quantity supplied increase عشان العلاقه بوزيتيف. Calculate the price elasticity of supply and explain your result. تعالى هنا نشوف ان البرايس زاد ب 20%، يبقى معنى كده نسبة التشينج في البي اكس 20%،
ونسبة اللي تشنج في الكيو سبلاي بتاعت اكس بكام؟ ب 30%. طب انا عايز اطلع البرايس الاستيستي اوف سبلاي، هعمل ديفايدد، هقسم التغير في الكوانتيتي سبلاي اللي هي عبارة عن 30% ودي انكريز بلس موجب بوزيتيف على التشنج اللي حصل في البرايس بتاع اكس ب 20، يبقى 30% ديفايدد 20% تساوي 1.5. لو انا عايز اعمل اكسبلين للريزلت اللي انا وصلت لها دي، معناها ان لو حصل انكريز في البرايس باي 1% هيحصل انكريز في الكوانتيتي سبلايد بنسبه 1.5%. تمام، لان هنا انكريز، خد بالك ان لو زاد السعر 1% هتزيد الكميه بمعدل 1.5%. طب تعالى نحسب البرايس للسيستم سبلاي ات بوينت وات ميد بوينت. ات بوينت هتبقى عباره عن التشنج في الكيو سبلاي من اس ديفايدد التشنج في البرايس بتاع اكس، يبقى التشنج في الكيو سبلاي لاكس مقسومة على التشنج في البرايس بتاع اكس تايمز مضروبه في بي 1 على كيو 1، مضروبه بي 1 على كيو 1، ده ات بوينت. ات ميد بوينت يبقى التشنج في الكوانتيتي برضو سبلاي ديفايدد التشنج في البرايس، لكن هيبقى في بي 1 بلس بي 2 ديفايدد كيو 1 بلس كيو 2 ميد بوينت. طبعا من التكرار خلي بالك، بس ناخدوا بالنا بس من ال العوامل اللي انا بستخدمها، يعني اختلاف العوامل، لكن قواعد تقريبا او نقدر ان احنا نحسب ان نحفظ الايكويشن بطريقه سهله ان شاء الله. يعني مثلا مرونه الطلب السعريه عند نقطه هي عباره عن التغير في الكميه على التغير في السعر مضروب في بي 1 على كيو 1، اما ميد بوينت هتبقى التغير في الكميه على التغير في السعر التشنج كيو تغير على التشنج في البرايس، لكن مضروبه في بي 1 بلس بي 2 على كيو 1 بلس كيو 2. تعالى for example if the price of x increase from 30 to 50 and the quantity supplied increase from 100 to 300 calculate the price elasticity of supply using the buoyant formula. مستخدما عايزة هنا استخدمها او احسبها عند a point. اولا بالنسبة لي هنا the price of x 30، يبقى معنى كده ان b x1 ب 30 لكن b x2 هو عبارة عن 50، يبقى معنى كده اللي تشينج هو عبارة عن 50 ماينس 30، ده بالنسبة للتشينج في البرايس. أما الكوانتيتي سبلايد فهي زادت برضو من 100 ل 300، يبقى معنى كده إن هجيب اللي تشينج يبقى كيو 1 100 كيو 2 300، يبقى معنى كده اللي تشينج هو عبارة عن 300 ماينس 100. يبقى أنا بجيبها إزاي عشان أجيب البرايس للسيستي أوف سبلاي؟ بقسم اللي تشينج في الكوانتيتي على التشينج اللي حصل في الكوانتيتي سبلايد على التشينج اللي حصل في البرايس، يبقى 300 ماينس 100 على 50 ماينس 30 ده هيديني 3. لو انا عايز اقول لك اكسبلين هقول if the price increase by 1% the quantity supplied will increase by 3%. طب لو انا عايز احسب ده باستخدام الميد بوينت فورمولا او عند الميد بوينت، يبقى هيبقى الجزء الاولاني زي ما هو اللي تشينج في الكوانتيتي سبلاي، يبقى 300 ماينس 100 ديفايدد على ال 50 ماينس 30 مضروب في تايمز 30 بلس 50 على 100 بلس 300 اهو زي ما احنا شايفين اهو ورا تطلع ب 2. The sign of the price elasticity of supply must be positive due to the positive relationship between the quantity supplied and the price level. طيب هل هنا ال price elasticity of supply ليها تأثير على الشيب بتاع ال supply؟ طبعا ليها تأثير وليها علاقة، لان هلاقي زي ما كانت البرايس للسيستي اوف ديماند ليها تاثير على الديماند وخلت للديماند كيرف حوالي 5 شيبس، فبرضه هنا نفس الموضوع هلاقي ان البرايس للسيستي اوف سبلاي هيبقى ليها تاثير على الشيبس بتاعه السبلاي كيرف. فاحنا هنلاقي ذير ار 5 شيبس اوف سبلاي كيرف. لو نفتكر كنا بنقوله في حاله الديماند في عندي بيرفكت ان الاستيك، بيرفكت الاستيك، وفي يبقى وفي ان الاستيك، وفي الاستيك، وفي حاجه اسمها اليونت الاستيك. طب هل هنا برضو السبلاي كيرف او نفس النظام السبلاي كيرف عندنا 5 شيبس؟ اول حاجه بيرفكتلي ان الاستيك سبلاي كيرف اللي هو منحنى عرض عديم المرونه. منحنى عرض عديم المرونه زي ما احنا شايفين بالصوره اللي قدامك ان هو فيرتيكال بالصوره دي، ان هو رأسي وموازي للفيرتيكال للمحور الرأسي زي ما احنا شايفين. ونلاحظ ان لو كان البرايس بي 1
وحصل هنا انكريس في البرايس، هبص الاقي ان الكيو سبلاي كونستانت ما بتتغيرش. يبقى ايه هي السمات او الفيتشرز بتاعه السبلاي كيرف اللي هو بيرفكتلي ان الاستيك؟ ان هنا لو حصل تغير في البرايس هتلاقي ان الكونت سبلاي ما بتتغيرش، يعني بتفضل كونستانت. المنحنى العرض اللي قدامنا، السبلاي كيرف اللي قدامنا، البرايس السيستي اوف سبلاي بتكون كونستانت عند اي بوينت وبتكون بتساوي زيرو، يعني عند اي بوينت على الكيرف بتكون بتساوي زيرو، يعني بتكون كونستانت. يبقى البرايس للسيستي اوف سبلاي ايكوال زيرو، برايس للسيستي اوف سبلاي از كونستانت، كوانتيتي سبلاي اوف ذات جود ويل نوت ريسبوند تو اني تشينج ان برايس. تاني نوع او تاني شكل من اشكال السبلاي كيرف هو ان الاستيك سبلاي كيرف، او منحنى عرض غير مرن، وده بيكون ستيب، بيكون شديد الانحدار زي ما احنا شايفين. خلي بالك ان الطلب بيكون يعني نيجاتيف سلوب، لكن السبلاي زي ما بنقول هو بوزيتيف سلوب، عشان لما بيحصل زياده في البرايس بيحصل زياده في الكونتيت سبلاي. لكن هنا لاحظ ان البرايس زاد من بي 1 لبي 2 نسبه كبيره، ولكن الكوانت سبلايت اوكي حصل لها انكريز ولكن بنسبه اقل. لو كانت الزياده في الكوانتيتي سبلايت الناتجه عن الزياده في البرايس اقل، الزياده في الكوانت سبلايت اقل من الزياده في البرايس، فبيتقال على السبلاي كيرف ده ان الاستيك، يعني منحنى عرض غير مرن. هنا المنحنى العرض ده الغير مرن هو بيمتاز بان الانكريز اللي في الكوانتيتي سبلايد اقل من الزياده اللي بتحصل فينها في البرايس، وهنا بتكون البرايس للسيستي اوف سبلاي ازنت كونستانت، ما بتكونش ثابته على النقط بتاعه الكيرف، ولكنها بتكون less than 1 اقل من 1. عشان كده ايه هي الفيتشرز بتاعه الان الاستيك سبلاي كيرف؟ البرايس للسيستي اوف سبلاي less than 1، برايس للسيستي اوف سبلاي ازنت كونستانت، any percentage change in price will cause a smaller percentage change in the quantity supplied at any point on the curve. الشيب رقم 3 هو اليونت الاستيك. اليونت الاستيك هو منحنى سبلاي كيرف متكافئ المرونه، بيكون طالع من الاوريجن بوينت، بيكون طالع من نقطه الاصل زي ما احنا شايفين، وبيكون اليونت الاستيك برضه مع اي انكريز بتحصل في البرايس بيحصل انكريز في الكوانتيتي سبلايد، لكن ايكوال برسنتج، بنسب متساويه. وبتكون البرايس للسيستي اوف سبلاي بتكون ايكوال 1 بتساوي 1، وبتكون كونستانت عند اي نقطه من نقط السبلاي كيرف. فعشان كده ايه هي الفيتشر بتاعت اليونت الاستيك؟ البرايس للسيستي اوف سبلاي ايكوال 1، برايس للسيستي اوف سبلاي از كونستانت، any percentage change in prices will cause an equal percentage change in the quantity supplied at any point on the curve. Number 4 elastic supply curve. منحنى عرض مرن. منحنى العرض المرن بيكون flat، ولما بيحصل increase في البرايس طبعا بيقابلها increase في الquantity supplied، ولكن بتكون الانكريز في الكوانتيتي سبلايد التغير في الكميه المعروضه بتكون نسبه التغير مور ذان الانكريز اللي بيحصل في البرايس. يعني لو البرايس انكريز 10% السبلاي انكريز 20% 30%، يعني لو السعر زاد 10% بلاقي ان الكميه المعروضه بتزيد 20 و30%. يبقى خد بالك ان الان الاستيك الان الاستيك سبلاي كيرف غير الالاستيك سبلاي كيرف. الالاستيك سبلاي كيرف التغير في الكوانتيتي سبلاي بيكون اكبر، بتكون الزياده الانكريز في الكوانتيتي سبلاي مور ذان الانكريز ان البرايس، لكن في الان الاستيك بتكون الزياده في الكوانتيتي سبلاي ليس ذان الانكريز بتحصل فينها في البرايس، وده بيكون فلات. بتكون هنا البرايس للسيستم اوف سبلاي ازنت كونستانت، ما بتكونش ثابته لكنها بتكون مور ذان 1، يعني بتكون 1.5 2 3 4 4.2 وهكذا. يبقى الفيتشرز هنا بتاعت الالاستيك سبلاي كيرف، برايس للسيستم اوف سبلاي مور ذان 1، برايس للسيستم اوف سبلاي ازنت كونستانت، اني برسنتج تشينج ان برايس ويل كوز ا جريتر برسنتج تشينج ان ذا كونتيتي سبلايد ات اني بوينت اون ذا كيرف. نمبر 5. الشكل رقم 5 بالنسبه للسبلاي كيرف هو البيرفكتلي الاستيك سبلاي كيرف، ومنحنى عرض لا نهائي المرونه.
المنحنى عرض لا نهائي المرونة، بلاقي ان الكوانتيتي سبلايد بتتغير على الرغم من ان البرايس ممكن يكون كونستانت، لكن البرايس لكن الكوانتيتي سبلايد بتتغير، وبيكون هوريزونتال بالشكل اللي قدامي ده موازي للمحور الافقي، وبتكون البرايس الاستيسي اوف سبلاي بتكون كونستانت وبتكون بتساوي انفينيتي. يبقى البيرفكتلي الاستيك سبلاي كيرف البرايس الاستيسي اوف سبلاي ايكوال انفينيتي، البرايس الاستيسي اوف سبلاي از كونستانت، ذا كوانتيتي سبلاي تشينج ايفن برايس از كونستانت. يبقى انا عندي هنا خمس اشكال من منحنى السبلاي كيرف، يا اما بيكون بيرفكتلي ان الاستيك وده بيكون فيرتيكال والبرايس للسيست اوف سبلاي بتساوي زيرو وبتكون كونستانت، وهنا ما بيحصلش اي تشينج في الكونت سبلاي على الرغم من الزياده او النقص في البرايس. اما البيرفكتلي الاستيك، البيرفكتلي الاستيك سبلاي كيرف فبيكون هوريزونتال وبتكون البرايس للسيست اوف سبلاي انفينيتي وبتكون كونستانت، ومع الرغم من ان البرايس ممكن يكون كونستانت لان الكونت سبلاي بتتغير. نمبر 2 وهو السبلاي كيرف ممكن يكون الاستيك، يعني ممكن يكون مرن، او نمبر 3 ممكن يكون الاستيك ممكن يكون مرن، والمرن هو معناه ان التشنج اللي بيحصل في الكوانتيتي سبلاي بيبقى مور ذان اي تشنج بيحصل في البرايس، وبتكون البرايس للسيستي اوف سبلاي مور ذان 1 وبتكون مور ذان 1 وبتكونش كونستانت عند اي نقطه. يعني بيكون ان ممكن شكل الرابع ان الاستيك، والان الاستيك بيبقى التشنج اللي بيحصل في الكوانتيتي سبلاي بيكون اقل من التشنج اللي بيحصل في البرايس بتاع السلعه، وبتكون البرايس للسيستي اوف سبلاي اقل less than 1 وبتكونش كونستانت. في نوع خامس وهو اليونت سبلاي كيرف، وهو ده بيكون من بيطلع من الاوريجن بوينت، وبيكون التغير اللي بيحصل في الكوانتيتي سبلاي بيساوي التغير اللي بيحصل في البرايس، وبتكون equal 1 اللي هي البرايس للسيستي اوف سبلاي وبتساوي 1. وكده بيخلص الشابتر بتاع السيستي، بيخلص من على محاضرتين، كل محاضرة فيها جزئين تو بارت، التو بارتس يعني. انا عندي المحاضرة الثامنة كانت تو بارتس، والمحاضرة التاسعة هي تو بارتس. انا عايزك ان انت تسمع كويس المرة تانية المحاضرتين ان شاء الله، وباذن الله يوم يعني النهارده السبت، النهارده السبت 12، يبقى معنى كده لحد 13 14، يبقى ان شاء الله يوم 15/9 محاضره جديده باذن الله. ويوم 15/9 هيكون في كويز على المحاضرتين اللي انا قلتهم، على محاضرة رقم 8 وعلى محاضرة رقم 9. الكويز هيبقى في صورة عبارات ترو فولس ان شاء الله، تمام. ولو في لايف او كده انا هحدد. طب ميعاد الكويز الوقت يعني بتاعه امتى؟ هو يوم الثلاثاء الجاي 15/9. الوقت انا هكتب لكم ان شاء الله على المنصة بتاعتنا او على الكلاس تتابعوا معايا، وهكتب لكم الميعاد بتاعه بالظبط. بس انتوا اعملوا حسابكم ان شاء الله هيكون يوم الثلاثاء، والتوقيت هكتبه لكم بالظبط هيكون الساعة كام بإذن الله. إن شاء الله إن شاء الله نتقابل على خير، وأتمنى لكم دايما التوفيق.